يا هلا ومرحبا فيكم في برنامج هاني وعافية، معاكم الشيف خولة السيب. اليوم جبنا لكم أطباق جميلة ومميزة وراح تدهشكم، وإن شاء الله أطباقنا راح تنال على إعجابكم. طبعا جمعنا لكم جميع أطباق العالم من العالمية والشرقية، راح نقدمها هني في برنامج هاني وعافية. مشاهدينا كل اللي عندنا هني من مقادير كلش بسيطة وهم نشوفها في المطاعم، اليوم احنا هني راح نطبقها لكم وان شاء الله تعجبكم. عندنا هني دجاج اللي هو الأجنحة، عندي طحين، عسل، باربيكيو وبغدونس للديكور، وعندي سلطة راح نحطها بجنب الطبق. خلنا نبتدي. أول شيء هني عندي هذه الأجنحة، تبلتهم بغدونس وخل وليمون، وحطيت معهم ثوم وزيت زيتون وعصرت عليه ليمون، وحطيت له شوية من البهارات اللي هو كركم وبابريكا. الحين أنا راح أقلي الأجنحة، بس قبلها راح أتبلهم ملح وفلفل اسود مره ثانيه، لان انا اوريدي ضايفتهم في التتبيله، واحط عليهم طحين وعلشان اقليهم. راح اكتفي بذي العدد. عندي هني الطحين راح اخلي فوقهم واقليهم تقليه بسيطه. راح نسوي فوق الاجنحه طبقه خفيفه، راح احط عليهم طحين. خلاص راح اكتفي بهالكمية هالطريقة. خلاص الحين راح نقليهم تقلية بسيطة جدا، بنتر عليهم شوية طحين. راح نخليهم هني في هذا النوع من الماكينة اللي هي ديب فراي. طبعا هني الديب فراي فيها زيت عميق، راح اكتفي بهذا العدد. بسم الله، خليتهم الحين قاعدين يغلون تقلية بسيطة، نخليهم. الحين راح نمكس هذه المقادير مع بعض. لما هني عندي الدياي قاعد يقلي، خلينا نشوف المقادير على الشاشة علشان تكون المرحلة النهائية بدمج المقادير مع بعض. شوف هني عندي الأجنحة، خلينا نخليهم بعد شوية لمدة دقيقتين. طبعا خلال برنامج هاني وعافية نشكر شركة إيتالكو على المطبخ الجميل والديكور الجميل من الميارة الجميلة. الباب الثلاجة هناك صاير مثل الكبت، ولكن من وراها الثلاجة، وهم عندنا هني الأفران والميكروويف بطريقة مرتبة. خلاص بكذي انا عندي هذه الاجنحة بهالطريقة، وهم حارين راح نحط عليهم الصوص اللي هو الباربيكيو مع العسل. راح الحين ندمج المكونات مع بعض. عندي هني عسل، وعندي هني الباربيكيو، راح اشيل منه شويه.
احنا نبي طعم الباربيكيو اكثر. وعندي هني باربيكيو، ندمجهم مع بعض بهالطريقة، يعني راح نحصل على هاني باربيكيو وينجز. راح نصبهم عليهم بهالطريقة، نخلطهم باليد بطريقة أسرع. نخلي الصوص يكون مشرب. يا سلام. عقب ما دمجت هالمكونين مع بعض، الحين راح اجيب الصحن التقديمي. خلينا نشيل هذولين. جدا الطريقة سهلة وسريعة وهم جميلة، يعني أي شيء خاطركم مثلا في وصفة فيها أجنحة تقدرون تسوون هذه الوصفة. خلاص نجيب الصحن، نحط هنا السلطة بهالطريقة، عندي هني الأجنحة راح نحطهم. نحط الطبق بهالطريقة، راح نخليه هني آخر قطعة، ونقدر نزينه بشوية سمسم. وهم تقدرون بعد مشاهدينا ان الصوص اللي زاد او تسوون صوص جديد وتحطونه على جنب كتقميصة. خلصنا مشاهدينا طبق الأجنحة بصوص الباربيكيو والعسل، طبق جدا سريع وسهل. راح نوديه الحين على طاولة التقديم علشان ننتقل إلى الطبق الرئيسي. مشاهدينا هذه صحن الأجنحة بالصوص الباربيكيو والعسل، أتمنى نال على إعجابكم. راح نوديه على طاولة التقديم وننتقل لكم إلى الطبق الرئيسي. رجعنا لكم مشاهدينا، راح نسوي لكم وصفة جميلة وتقدرون تاكلون معاها الخبز او تقدرون تاكلون معاها الرز. خلينا نشوف مقاديرنا مع بعض. مشاهدينا وانا اتسوى كنت في تعاونية الاتحاد قسم اللحوم، شفت عندهم بعض من التتبيلات مثل اللحم مثل الدجاج اللي الحين هني راح تشوفونه، فيعطي في بالي فكرة أن أسوي لكم دجاج بالليمون. هذه التتبيلة عبارة عن دجاج بالليمون، فقلت خلاص أسوي حق مشاهدينا صوص بالليمون. فخلنا نشوف هني المقادير اللي عندنا. عندي هني الدجاج المتبل بالليمون، وطبعا فيه ثوم، بقدونس، زنجبيل، ليمون،
حطينا الكركم والخل، هاي كله ميكس مع بعض. عندي هني بقدونس التزيين، بارميزان، وهم راح استخدم البقدونس في الوصفة. عندي هني كريمة الطبخ، ثوم ويا الليمون، وهم راح استخدم بعض من الخضروات الجميلة. راح استخدم الليمون مع الفلفل الأحمر. خلنا نبتدي. أول شيء الحين راح نسوي الدجاج، نخليه يستوي، وبعدين من يستوي لي راح نشيله، وبنسوي بنفس المقلاة صوص الليمون. طبعا هني الدجاج يستوي بطريقة سريعة. شنو الشيء الحلو في هذه التتبيلات الجاهزة؟ ما تفكون عمركم، كل شيء جاهز. تروحون بار، تروحون يمعة أصدقاء، عندكم هني الدجاج جاهز، تقدرون تسوون في هذه التتبيلة شيش طاووق، في قاعدة دجاج تسوون هاي القطع، تقدرون تسوونهم كأطياخ تشوونهم. أعطيتكم كم فكرة تقدرون تسوون. لما هني عندي الدجاج يستوي، كل اللي راح يصير مشاهدينا نسوي هذه الدجاج وبنحط معاه الصوص، وراح استخدم فيه البارميزان، ويصير الصوص كطعم الليمون، لان انا هني وصفتي دجاج بصوص الليمون. على جنب راح احط خبز، فانا راح اخذ من هذه الخبز اللي يتوفر بتعاونية الاتحاد قسم المخبوزات. فأنا راح أختار هني أي نوع من الخبز، الفرنسي أو التركي. خلنا نختار، شنو نختار؟ خلنا نختار هذا النوع، راح أستخدمه. طبعا مشاهدينا الخبز يتوفر بطريقة يومية فريش، بس انا طبعا راح ادخل الفرن، بحط عليه شوية زيت زيتون وملح وفلفل اسود. هني لما عندي الدجاج يستوي، خلنا نسكره علشان يستوي لي بطريقة اسرع. راح نستخدم سكينة الخبز ونقطع الخبز. راح انا استخدم فقط قطعتين وادخلهم الفرن. عندي هذه الخبز، صينية الفرن، ترى هي مجرد من فوق تكون يابسة لأن أنا حطيتها طبعا مفتوحة مثل ما شفتها، ولكن شوفوا شلون طراوتها من داخل، مجرد إنه من فوق. راح أحط عليها شوية بس زيت زيتون، بس عفوا منكم خلنا نرجع إلى الدجاج هني. خلنا نشوفه قبل لا ندخل الدجاج على الفرن. عندي الدجاج هني استوى، بس اعطيه بعد تحميرة بسيطة من الجهة الثانية الى بعض من الدجاج. راح نحط عليه فلفل اسود، بعد راح اكثر منه شوي زيت زيتون، بحط عليه شوي بقدونس. مشاهدينا راح ادخله في الفرن، برجع لكم. بس بمجرد مشاهدينا عندي هني تتحمر السندويشة، بس ونطلعه اقل من 5 دقائق. عندي هني الدجاج راح نشيله،
نشيل الدياي على جنب علشان نبتدي بصوص الليمون. خلاص وانتي مخلصة من دوامك تروحين تعاودين الاتحاد تشوفين لك اي نوع من الدياي المتبل، اخذيه وروحي البيت وقطعي عليه البصل وقطعي عليه الطماطم وسوي له صلصة وقدميها مع سباجيتي ولا سويها في أصياخ تكة. نعطيكم الأفكار. عندي هنا في نفس المقلاة راح أحط الثوم اخليه يتحمر شويه، نرفع على النار. انا ابي استخدم نفس المقله مشاهدينا علشان النكهه اللي موجوده في التتبيله موجوده في المقله. خلاص الحين راح اضيف اللي هي كريمه الطبخ. بسم الله وعندي هني المرق، راح اضيف المرق بعد معاه المرق الدياي، راح احط شوية مرق دجاج اخليه يطبخ. وعندي هني البقدونس راح اضيفه بعد معاه، راح اخذ من هذه الخضرة الليمون والفلفل، اللي يحب يكون سبايسي يقدر يضيف ذي معاه، لكن انا راح احطه للتزيين. راح احط هني القشر. تعاونية الاتحاد يوفرون لكم هذه النوع من ادوات المطبخ. راح احط هني القشر واقسم اللومية من النص واحط فيها عصرة. ألفس الغفاز علشان ما ينزل البذور مع الصوص. خلاص عندي هني البارميزان تشيز راح احطه مع معاه، وهذه للتزيين راح اضيفه. بعدين راح اضيف الملح والفلفل الاسود. نخليه يطبخ لمجرد يذوب البارميزان وتنمكس كل المكونات مع معه. خلاص بكذي عندي ثقل المكون مثل ما احنا نشوف شوية، تشوف شلون صار ثقيل. في هذه الحالة راح أضيف الدجاج معه علشان تأخذ النكهة اللي احنا حطيناها معه. خلينا نخليه شوية يطبخ على النار. خلينا نروح الحين على الفرن نشوف الخبز. هذه عندي الخبز تحمر وهو حار، خل احط عليه شوية بس من البارميزان علشان يذوب شوية. طبعا هني جهز عندي تتبيلة الدجاج بالصوص الليمون. مشاهدينا اروع من هذا الطبق واسهل منه ما في. طلعوا مقادير على الشاشه لما نجهز لكم كل المقادير.
راح نجيب الحين طبق التقديم. راح نحط هني الدجاج بهالطريقة أو بشكل أسهل إن إحنا ناخذ الطابي كله وننزله بالصحن. هذي عندي هني الطبق، راح أقطع شوية من الفلفل كلون. طبعا الأشخاص اللي يحبون سبايسي يقدرون هم يضيفون الفلفل الحار كبهار مع السوس. وعندي هني بعد شرايح الليمون، خلنا نحطهم كديكور. نكتفي بواحدة، أحط هذا الطبق وزينه بالخبز. يا أفكر نحطه تحت أو أحطه هني، خلنا نحطه تحت بهالطريقة. ونحط هني شوية من البقدونس، وعندي هني الفلفل راح أنثرهم بهالطريقة. وعندي هني الليمون راح احطهم. مشاهدينا خلصنا طبق الدجاج بصوص الليمون، راح نودي على طاولة التقديم علشان ننتقل لكم الى فقرة الحلويات. كونوا شيف حلويات مع شيف خاوي. يا هلا ومرحبا فيكم. الحين راح نسوي لكم طبق الحلويات. راح اسوي لكم بسبوسه بثلاث طبقات. خلينا نشوف هني شنو المقادير عندي. عندي كقاعده بسكوت مع زبده، الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. اول طبقه اللي هي البسكوت، ثاني طبقه راح اسوي طبقه الجبن، وثالث طبقه اللي هي البسبوسه. طبقة البسبوسة تقدرون تستخدمونها حق أي وصفة كانت كستاندر. هذه هي طريقة البسبوسة، تقدرون تسوونها خالية بدون أي شيء، أو تقدرون تسمونها مع فستق أو مع ورد أو اللي أنتم تحبونه. شنو عندي هني من مقادير؟ عندي جبن كريمي، عندي الحليب البودر، سكر مع روبا، وهذين راح نحطهم للتزيين. وحق الطبقة الثالثة عندي هني سكر، جوز الهند البودر، سميد، وعندي قشطة، زيت فانيلا مع البيكن بودر، وثلاث بيضات، وهذه هو السكر. خلنا نبتدي. أول شيء راح خل أشيل هذه المقادير هنا على صوب. هذه كطبقة ثانية راح نستخدمها، وهذه كطبقة أولى. أول شيء نبتدي في قاعدة البسكوت. أي نوع من البسكوت أنتوا تحبون تستخدمونه،
كفكرة علشان انتوا تختلفون. انا دائما اقول الفكرة علي والتطبيق عليكم. تقدرون ان انتوا تحطون مع ذي مكسرات مثل فستق مع لون وتحطونها كقاعدة فيصير عندكم بسبوسة الفستق. عندي هنا هاي الزبدة. طبعا هذه البسبوسة راح تدش الفرن. الطبقة الأولى 5 دقائق اللي هي هاي البستوك طبعا مع الجبنة. الطبقة الأولى خلينا نقول بسكوت طبقة أولى، الطبقة الثانية هي الجبنة. راح تدش 5 دقائق من فوق بس مجرد أن الجبنة شفتوها اصطلبت ما تكون سائلة. بعدين راح نسوي فطام هي 5 دقائق في الفرن. راح نسوي البسبوسة وبعدين راح نطلعها من الفرن وندخل البسبوسة مرة ثانية الفرن لمجرد 5 دقائق. خلاص عندي هني هاي البسكوت. اني بالقالب تقدرون تستخدمون اي نوع من القوالب او حتى تقدرون تستخدمون بايركس. عندي هني هذه طبقة البسكوت بهاي الطريقة نحطه نوزعه. خلاص راح نخلي هذا الطبق على جنب لما نسوي هني وصفة الجبن. عندي هني للجبنة راح نحط كل المقادير اللي ذكرتها. راح أضيف روبة واحدة. عندي السكر، عندي حليب البودر، وعندي هني الجبن الكريمي. وإذا كنتوا تستخدمون الجبن الكريمي المكعبات تقدرون حوالي تحطون 9 حبات. راح نخلط هذه المكونات كلها مع بعض بهالطريقة. ودائما احنا نقول الجبن الكريمي نحطه على درجة حرارة القرفة علشان لما نخلطه مع المكونات يكون عندي بسهولة يندمج. خلاص تقدرون هم تستخدمون المكسر مال كيك او الفود البروسيسور. راح نجيب هذا القالب، ناخذ الجبن الكريمي اللي احنا سويناه ونحطه هني كقاعدة ثانية بهالطريقة وندخله الفرن مثل ما قلت مجرد 5 دقائق. طبعا هني في برنامج هاني وعافية انا استخدمت القوالب السيليكون اللي متوافرة في قسم المواعين في تعاونية الاتحاد. خلاص كل اللي راح يصير الحين مشاهدينا ندخل ذي لمجرد 5 دقائق في الفرن من فوق وراح ارجع لكم علشان نسوي طبقة البسبوسة. راح ادخل هذه الفرن. خلنا نحط هني شوي جبن كريمي. راح ندخل الفرن. يلا مشاهدينا الحين نسوي خلطة البسبوسة. عندي هني وعاء ثاني. أول شيء راح نحط سميد، سكر، عندي جوز الهند البودر، عندي قشطة، وعندي 3 بيضات، وعندي الزيت، فانيلا وبيكنج باودر.
راح نخلط هذه المكونات كلها مع بعض، واذا كنتوا تحبون تضيفون لها كنكهة مثل ما ذكرت لكم كفستق، بشروا فستق وضيفوا له. فمشاهدينا عندي هذه الخليط البسبوسة جهز بكل سهولة مثل ما احنا نشوف، هذه التماسك تقدرون هم تسوونه تحطونه في بايركس خالي، وتحطون هذه البسبوسة وتحطون فوقها البيضان وتقطعونها وتحطونها في الفرن، راح تطلع لكم أحلى بسبوسة بسيطة. فمشاهدينا طبعا أنا هني في البرنامج محاضرة بسبوسة بثلاث طبقات. كل اللي راح يصير الحين مشاهدينا ان هذه اللي حطيتها في الفرن راح نطلعه من بعد ما تتماسك الطبقة عندي، وبعدين راح أضيف هذه البسبوسة، وبعدين هم مرة ثانية راح أدخله الفرن. بس خلينا نشوف شلون صار إذا تماسك عندي، بس علشان أقدر أرويكم التماسك المطلوب عشان نحط فوقه البسبوسة. مشاهدينا هو ما تماسك بطريقة المطلوبة، ولكن ما راح تحسون في هذه الهزة اللي الحين متواجدة، بس أهم شيء إنه أنا أقدر أضيف هني عندي البسبوسة ورد مرة ثانية أدخله الفرن. أحط هني بسبوسة من أسهل الطرق، لمجرد إنه تحطون المكونات مع بعض في 10 دقائق، في 10 دقائق راح تحصلون على أحلى حلاوة بسبوسة مخبوزة بنكهة الكريم. راح نحط هنا هاي البسبوسة كامل. فمشاهدينا أنا أرد مرة ثانية الحين أدخل الفرن. إذا كنتم مسويينه في قوالب نفس اللي أنا مسويتهم كميني، وزاد عندكم هذه البسبوسة، تقدرون تحطونها في وعاء بايركس ثاني وتدخلون الفرن، استفيدوا منه. فمشاهدينا راح مرة ثانية أدخل الفرن. مشاهدينا دخلت البسبوسة بالكريمة، خلينا نقول بسبوسة التشيز كيك لأن فيها طبقة جبن، دخلتها في الفرن لمدة 5 دقائق إضافية لما نشوف طبقة البسبوسة تماسكت عندي، فبعدين نطلعها وندخلها الثلاجة من تحت لما تبرد عندي وتتماسك كل الطبقة. واحنا طبعا في برنامج هني وعافية جهزنا لكم البسبوسة تجهيز المسبق، فطلعوا المقادير على الشاشة لما نجهز لكم باقي المقادير. شيء حلو يوم عرفت
تعاونية الاتحاد عندهم نوع من أنواع النبتات وهي نبات الكيل، جدا لذيذة وفي نفس الوقت لها فوائد عديدة. هذه هي نبتة الكيل، فيها أول شيء مجموعة من الألياف وفيها فيتامينات الـ A والK والC، وراح يسهر عليكم الهضم وفي نفس الوقت مضاد للأكسدة وفي وايد من الحديد. راح ناخذها الحين وبنسويها في برنامج هني وعافية علشان تعرفون شلون طريقة أكلها. خلنا نتكلم لكم عن الهيجينك اللي هي المحافظة على نظافة وسلامة الأطعمة أو الفواكه والخضروات. مثل ما الحين راح نشوف تعاونية الاتحاد يحطون لكم بشكل يومي الخضروات والفواكه ويشيلون لكم أي شيء معفن ويحطون لكم الجديد. راح تتجنبون الزحمة في تعاونية الاتحاد لما تشوفون هذه الخضروات اللي جاهزة في الصحون، فأي شيء أنتوا تبونه تقدرون تاخذونه من الصحن دايركت إلى الجاري. أنا الحين متواجدة في قسم الأورجانيك في تعاونية الاتحاد. كل المهنين اللي راح تشوفونه من الخضروات من الزراعة المحلية في دولة الإمارات، فأي واحد يحب الخضروات الأورجانيك راح تحصلونه هني في جميع الأنواع. في قسم الفواكه عندهم مجموعة من الفواكه الجميلة اللي راح تزين سلة فواكهتكم في البيت. لفت نظري عندهم بعض من الفواكه التايلندية والتونسية وهام الفواكه المحلية. عندهم هني الدراغون والتين الشوكي، جدا لذيذ لما تسوون فيه عصاير. من الأشياء الحلوة اللي راح تزين مطبخكم هذه النوع من النبتات، ولمحبين زراعة النبتات الحلوة الطبيعية تقدرون تاخذون هذه الصيص وتزرعونها في بيتكم، واحنا هني راح ناخذهم ونستخدمهم في برنامج هني وعافية. هذا النوع من الخضروات اللي احنا قاعدين نشوفها هني، عندهم البيبي روكا وعندهم البيبي سبانيش، واهم شيء عندهم هني بوكس جاهز. كل اللي علينا ان احنا ناخذه ونفرقه في وعاء ونحط معاه شويه من الاجبون والصوص، راح نحصل على احلى سلطه من البوكس الجاهز. جدا جدا هذا الشيء اللي انا قاعده اشوفه الحين في تعاونيه الاتحاد، مجموعه من الخضروات المقشره مثل البصل الابيض وعندهم البصل الاحمر وعندهم الثوم. كلنا ربات منزل او انتم تبون تسوون وصفه سريعه، كل شيء هنا مقطع عندهم اخذوا ودارك طبخوا. مشاهدينا رجعنا لكم. كل اللي سويناه حطينا البسبوسة في الفرن لمجرد 5 دقائق على كل طبقة. الحين هني احنا مجهزين البسبوسة تجهيز مسبق، وهذه القوالب راح نحصلها في تعاونية الاتحاد قسم المواعين. الحين كل اللي راح يصير راح نطلع هذه البسبوسة الجميلة بثلاث طبقات، البسكوت والجبنة والبسبوسة، راح نحطها هني في الطبق. شوفوا شلون بكل سهولة عندي هذه القالب، راح نضغط عليه من تحت وتطلع لنا البسبوسة أو التشيز كيك أو أي حلاوة أنتوا تسوونها. بكل سهولة. طبعا الحين راح نزينه بسيرة بالشجر
هني عندي، أو هم كفكرة لما أنتوا تطلعونهم من الفرن في نفس الوقت تشربونهم السكر علشان البسبوسة تمتص السكر كله اللي فيه، وبعدين حق التزيين تقدرون تسوون إضافة السكر مرة ثانية. راح أحط هني عليه هاي السكر والثانية، وبعد الثالثة، خلاص الحين هني حق التزيين خلنا نسوي السكر كامل متعادل من بينهم نستفيد منه كتزيين. فمتابعينا الحين كل اللي راح يصير عندي هذا النوع من الورد المجفف، راح نحطه في وسط البسبوسة، وعندي هني الفستق، فستق السلايس، بهالطريقة، وعندي هني الفستق راح انثره، وهذه الورد راح نفتحها علشان نسوي كديكور جميل في نفس الوقت. حاولوا ان انتم تستفيدوا من هذه الورد كتزيين بهالطريقة. نفتح لنا بعد واحدة، نحط الورد بهالطريقة، خلاص. متابعينا خلصنا طبق الحلاوة اللي هي البسبوسة بثلاث طبقات، أتمنى أن نالت على إعجابكم. الحين راح أوديها على طاولة التقديم. مشاهدينا خلصنا حلقة اليوم في برنامج هني وعافية، كل اليوم سوينا لكم إياه أجنحة بصوص العسل والباربيكيو، والطبق الرئيسي سوينا لكم الدجاج بصلصة الليمون، وسوينا لكم تشيز كيك البسبوسة بثلاث طبقات. نتمنى حلقتنا عجبتكم لليوم، ونشكر شركة إيتالكو على المطبخ الجميل، ونشكر تعاونية الاتحاد على أدوات المطبخ والمواد الغذائية. كانت معكم الشيف خولة سيب، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.